حضرتك ايه؟ عظم الجسم كله وجعك؟ عظم جسم كله وجعني وكعب رجلي مش قادر امشي عليه. طيب الف سلام عليك. عندك كم سنه؟ عندي 35. تمام يا فندم. الكعب ده بقى له قد ايه في وجع؟ قليل الشهر يا دكتور. بتصحي الصبح تعبانه وما بتعرفيش تحط رجلك على الارض ولا بتبقي الصبح كويسه؟ مش بقدر احط رجلي على الارض واتالم جامد كون مش قادر امشي عليه. تمام يا فندم، هجاوب على حضرتك. حاضر، بشكرك يا مدام صباح. تمام، هي بتسال على مفصل الانكل والكعب. يعني دي لما بيكون الجسم كله وجعني دي اول حاجه بنلجا ليها التحاليل عشان نشوف هل في مثلا املاح زياده، في اوريك اسيد زياده، في نقرس، في فيتامين د ناقص، في يعني بتبقى دايما دي حاجه سيستماتيك او عامه في الجسم، ضعف عام في الجسم. مش هينفع ان انا اقول ايه، انا دلوقتي بقول في التهاب في مفصل الكتف نتيجه اصابه معينه، فالموضوع مركز على حاجه معينه، لكن لما اقول الجسم كله بيوجعني فده معناه ان انا محتاج ان انا اشخص الموضوع، ان احنا نعمل التحاليل بتاعت الاملاح وكده. هي بتشتكي من الكعب، في حاجه اسمها الشوكه العظميه دي بتتكون تحت الكعب. الشوكه العظميه دي طبعا بتبقى مؤلمه جدا، بتخلي الكعب يورم او يسخن، تخلي الواحد ما يقدرش يقف عليه، بيصحى الصبح مش قادر يحط كعب رجله على الارض. العلاج بتاعها عن طريق ان احنا بناخد حاجات مضاده للالتهاب، مع ان احنا بنعمل التحاليل بتاعه الاملاح واليوريك اسيد، وفي جهاز اسمه الشوك ويف او الموجات التصادميه، ده بنعمل بيه جلسات من 4 ل6 جلسات. ده بيعمل تفتيت للشوكه العظميه، بدل ما هي الشوكه دي بتبقى مدببه والسن بتاعها بيوجع في كعب الرجل، بنعمل بالجهاز ده تفتيت للشوكه، الشوكه حجمها بيقل وكمان السن المدبب بتاعها بيروح، فما بتعملش نفس الوجع الموجود، ما يبقاش حاسس بالالم. طيب بسمع ان الشوكه العظميه دي بتحصل مع عدد كبير جدا من الناس، وبتحصل للناس اللي بتمشي كتير، مش عارفه الكلام ده مظبوط ولا لا. تمام، هو الشوكه العظميه دي يعني برضو هي بتبقى رد فعل من الجسم نتيجه ان المفصل ده ضعيف، فالجسم بيحط عظم في المكان ده كانه بيسند الشخص او كانه بيسند البني ادم. تمام، لان العضلات مش شايله الجسم والجسم ضعيف، كمان وجود الاملاح بتعمل ترسبات املاح كالسيوم في المكان ده، المكان اللي حصل فيه التهاب، فتبتدي تتكون الشوكه وتبتدي ان هي مع الوقت بتكبر. بيحصل الناس اللي بتقف كتير، اللي بتمشي كتير، مع وجود عامل تاني اللي هو الاملاح والاملاح الكالسيوم، وطبعا المفصل نفسه بيبقى مش ثابت. حياتك قلت كمان العضلات ما بتبقاش قويه، يعني هو الجسم بيلجا ان هو، يعني هقول لحضرتك على حاجه، لو اسلوب دفاعي، اسلوب دفاع، لو انا حاجه هنا كوره كده واقفه وهتقع، فالجسم بيقوم حاطط لها الشوكه دي كانها تسندها، ده رد فعل من الجسم، وطبعا رد فعل مرضي، بس لان المفصل ضعيف. تمام، واحنا بنحمل عليه بطريقه غلط، وبنحمل عليه زياده عن الطبيعي، ممكن في ناس الشفت بتاعها بيفضل واقف 12 ساعه. تمام، فبيبتدي يخش في مثلا دوالي في الرجل، شوكه في القدم، يعني خشونه في الركبه. انا هرجع لسؤالي اللي كنت عاوز اساله قبل التليفون، الخاص بالشوكه العظميه. تمام، هي الشوكه العظميه دي طريقه تشخيصها الوحيده هي الاشعه، ولا ممكن نعرفها عن طريق الاعراض؟ بمعنى ايه؟ احيانا نبقى ماشيين نلاقي نفسنا او نلاحظ دايما ان احنا محملين على ناحيه واحده او جنب واحد بس من القدم. تمام، والجنب التاني مش بندوس عليه او بنقدر ان احنا نمشي عليه بشكل جيد. انا شخصيا بتحصلي المشكله دي، وما ببقاش عارفه هو انا ليه دايما الجنب ده او الناحيه دي انا بحمل عليها. ايه المشكله اللي بتكون موجوده تخلينا نحمل او ندوس دايما على جنب واحد بس من القدم وما ندوس على القدم كلها؟ تمام، هو طبعا يعني بتحصل يا دكتور؟ بتحصل، بس يعني دي مشكله بسيطه، ما هياش مشكله، دي مشكله بسيطه، دي ملهاش مشكلة علاقه بالشوكه العظميه. لا، ممكن يكون ملهاش علاقه بالشوكه العظميه. احنا بنشوف ترتيب الجسم من اول مفصل الحوض، بعد كده مفصل الركبه، يعني مفصل الحوض والفخذ، هل داخل لجوه خارج لبره، مفصل الركبه، شكل مفصل الركبه، وبعد كده المفصل الانكل، وبعد كده عندنا حاجه اسمها بطانه القدم، بيبقى فيها ارتفاع كده معين، اللي هو الناس بيبقى فيه اللي هو بطانه القدم بيبقى ليها ارتفاع، بيبقى فيه حته فاضيه كده لما بنحط رجلينا على الارض. في ناس بنشوف بقى المشكله جايه من اي مكان فيهم، ممكن لو هنتكلم على الانكل ممكن يكون
زايد مرفوع لفوق ممكن يكون مقلوب لجوه اللي هو الفلات فوت. الناس اللي عندها فلات فوت في فلات فوت وفي العكسه اللي هو ممكن بالعكس انت عندك التقوس عالي جدا للخارج يعني ممكن يكون للخارج وممكن يكون فلات فوت، يعني هما الاثنين عكس بعض. الاثنين يعملوا نفس المشكله؟ الاثنين بيعملوا طبعا الم في الانكل، بس اللي هو الكيرف يكون مرفوع ده ممكن يعمل لي التواء في الكاحل، يعني هو الواحد وهو ماشي يلاقي ايه الكاحل بيتلوي منه ويحصل له بقى مشكله في اربطه الكاحل. طب هما بيقولوا للناس اللي بتعاني من المشكله دي دايما البس جزمه معينه تملى شويه الفراغ الزياده عن اللزوم الموجود في المنطقه دي، الكلام ده صح ولا لا؟ لا هو بتتحط حاجه كده زي احنا لا هو احنا بنلبس الفراغ ده ده للناس اللي عندها فلات فوت، ان انا المفروض الكيرف نازل لتحت، فانا المفروض الكيرف ده اعليه شويه اعليه بحيث ان الرجل تبقى في الوضع الطبيعي بتاعها. طيب لكن المشكله لو عكسيه، لو هو عالي زياده عن اللزوم تمام، دي بنبقى محتاجين ان احنا نفك بطنه القدم من تحت عشان هي شاده زياده عن اللزوم فمقربه الرجل من الكعب. فكها ازاي بقى يا دكتور؟ بالعلاج الطبيعي برضه، يعني بيبقى ليها علاج طبيعي ان احنا بنفك العضلات بنعمل توازن للعضلات. التحميل بقى الغلط ان انا يعني في طبعا جزم معينه بنعمل لها بصمه تمام، وبنقول لا احنا محتاجين نعلي من هنا، محتاجين الجزمه كذا، وبيبقى ليها فرشه معينه بس مش الفرشه اللي احنا بنسند من هنا، لا ممكن الفرشه بنسند من الناحيه الثانيه عشان الرجل ترجع تميل ثاني للوضع الطبيعي بتاعها. ولكن تشخيص الشوكه العظميه هو بس بيعتمد على الاشعه ولا الاعراض كمان؟ هو اهم حاجه بالنسبه لنا الاعراض، لان العيان مش فارق معاه الاشعه فيها شوكه ما فيهاش شوكه او الكلام ده كله. هو العيان بيبقى مشكلته انا بصحى الصبح مش عارف احط رجلي على الارض، مش عارف اروح مشوار، مش عارف امشي خمس خطوات على بعض تمام. فدي المشكله الاساسيه. الاول ان احنا بيبدا بموضوع الاملاح والالتهابات اللي في مفصل الانكل. بنعمل اول التحاليل، لقينا التحاليل كويسه ولقيت الوجع شديد، هو احنا لازم نعمل اشعه ونعمل التحاليل، بنعمل الاثنين مع بعض. هو ده ليه علاقه باليوريك اسيد لما يكون عالي او الناس اللي عندها نقرس مثلا؟ هو طبعا اليوريك اسيد او السكر او الاملاح او الحاجات دي كلها كده كده زي ما قلنا ان الالتهاب دي حاجه طبيعيه بتحصل في الجسم تمام. لكن اللي يخلي الالتهاب ده التهاب مرضي هو وجود السكر او وجود النقرس او وجود الاملاح، يزود الحاله يخلي الموضوع ما يتحلش اصلا، لان المواد اللي هي بتعالج ما بقتش موجوده، بقى في بدلها املاح. فالاملاح هتيجي تترسب بدل الحاجه الكولاجين اللي الجسم كان هيجيبه، لا هنجيب املاح كالسيوم نحطها في المكان ده فتقوم عامله لي شوكه عظميه. طيب هنرجع مره ثانيه لمشاكل الكتف، وخلينا نقول ان احنا لو في البدايه او في البدايات وجالنا التهاب احنا ممكن نعالجه بسهوله عن طريق العلاج الطبيعي. تمام مظبوط مظبوط. جلسات العلاج الطبيعي ممكن تستمر لفتره قد ايه؟ التهاب اوتار الكتف احنا بيبقى عندنا البروتوكول بتاعنا ان احنا اول حاجه بنعالج الوجع، تاني حاجه بنستعيد المدى الحركي اللي هو الكامل لفوق والورا، يعني اللفه الدوران الخارجي والدوران الداخلي، وبعد كده بنستعيد قوه العضلات، وبعد كده بنستعيد التحميل على مفصل الكتف وثبات مفصل الكتف. فاحنا بنمشي في الموضوع ده بالتدريج.